ولهذا اعتذر أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا حدثاء عهد بكفر أي نجهل تفاصيل الإسلام وأحكام الشريعة ولذا طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام ما طلبنا. أما من تمكن من التوحيد وعرف جوانبه على التمام والوفاء وعرف أسباب الشرك ووسائله فإنه لا يقول مثل هذا. وبهذا عباد الله نعلم أن البركة لا تنال إلا بطاعة الله على ضوء شرع الله، وأن لا يذهب الإنسان مذهبا بعيدا بل مذهبا منحرفا فاسدا في طلبه للبركة بالتوجه إلى بقاع معينة، إما أن يعكف عندها أو أن يتمسح بها أو أن يأخذ من تربتها أو نحو ذلك من الممارسات الجاهلية التي ليست هي سببا لنيل البركة بل هي سبب لمحقها، لأنه شرك بالله وأعظم ما تمحق به البركة الشرك بالله جل وعلا، لأنه أعظم الذنوب وأخطرها وأشنعها وأفظعها.